هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين، رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زين لها. طبعا في مقطع اليوم راح نرجع مرة أخرى زي زمان ونبدأ نحل ألغاز Red Dead Redemption 2. صحيح نحن غطينا أغلب أشياء Red Dead Redemption وأغلب الألغاز، لكن هذا اللغز ما قد تكلمنا عنه إطلاقا، لذلك راح نفصل فيه بالكامل، فخلونا نخش في المقطع. طيب زي ما تعرفون معظم مدن Red Dead Redemption 2 يكون فيها لعنة أو مصيبة أو ما شابه ذلك، زي مثلا أرماديلو والبليغ والمرض المنتشر فيها، عندنا ساندينيس، تمبلويد، بلاك ووتر والبقية، لكن فالنتاين لعنتها مختلفة تماما، بل لعنة الفالنتاين لعنة أصابت العصابة ودهورت أحوالها وكانت السبب في جميع ما مرت به العصابة. طبعا سكان مدينة فالنتاين كان دائما ما يذكرون انه فيهم لعنة وان المدينة ما هي طبيعية، وانت اصلا بمجرد ما تخش المدينة راح تلاحظ انه فيها شيء غريب وما هو طبيعي. لكن ايش هي هذه اللعنة؟ طبعا عشان نبدأ في اللغز ونعرف اكثر عنه لابد انك تقرأ احد جرائد مدينة الفالنتاين، وراح تحصل موضوع اسمه لعنة فالنتاين، والموضوع تكلم انه سكان المدينة يسمعون اصوات غريبة ومخيفة في الليل، ويتوقعون انه اللعنة او لعنة معينة اصابت المدينة، لذلك هم يسمعون هذه الأشياء. أيضا الموضوع ذكر أنه هنالك العديد من المؤشرات على فعلا حدوث ذلك، مثل الماء المائل لونه إلى الأسود، إضافة إلى سماع بكاء ونياح أمهات من الهنود الحمر. والمقالة أيضا ذكرت أنه ممكن السبب يعود إلى المجزرة اللي حدثت في مدينة الفالنتاين سابقا، اللي كان ضحيتها الهنود الحمر. طبعا ممكن تسأل إيش جاب الهنود الحمر إلى الفالنتاين وهم عندهم مكانهم الخاص في أعلى الماب؟ الإجابة إنه لا يا صاحبي، الفالنتاين كانت أساسا ملك للهنود الحمر واستعمروها قبل سنوات كثيرة، وكان فيها عدد كبير جدا من الهنود الحمر، لكن بناء على المقالة جات مجموعة من غزاة أمريكيين وقتلوا جميع من في الفالنتاين من الهنود الحمر وجعلوها ملكا لهم. وتأكيدا لهذا الكلام وهذه النظرية راح نسمع الحوار التالي من داخل كامب العصابة. Some lady I was speaking to in town told me about a curse. A curse? Now nothing's more romantic than a curse. Exactly. Prince turned into a toad, lovers into stone, entire country turned into morons. Curses everywhere. What's Valentine's curse? Well, I didn't quite understand what the woman was saying, on account of her being a bit of an idiot, but some about a massacre and a last surviving Indian cursing the county. Well, if they massacred people, then they deserve to be cursed. Of course. You believe in curses, Arthur? No. I believe in bullets. And not too much else. You soulless wretch. But what was it? Was it just bad luck or bad weather or something else? Something about an eagle or an owl. Gravesite. I didn't really get it. Well, I think it sounds very interesting. كيرين ذكرت إنه آخر عائلة أو مجموعة من الهنود الحمر أقاموا أو أصابوا مدينة الفالنتاين بلعنة. طبعا عشان نستكمل في لغزنا أكثر ونبحث أكثر لابد نسمع حوار آخر من أحد الكامبرز اللي في اللعبة. Yep, it's like the town of Valentine. I'm sure you know the place.
People there are convinced they're under some curse. That their run of bad luck is punishment for something. Shared a fire out near there with an old fellow who told me he think it's the Indians. Hell of a thing. He said he'd heard years ago about an ancient Indian painting. One of them they did on animal hides that showed a massacre by the settlers. And the rumor was, it was connected with Valentine in some way. He said the painting got torn up and thrown away, but he'd heard some pieces of it still exist. مرة أخرى يؤكد لنا إنه السكان يحسون إنه فيهم لعنة، ومرة أخرى أكد لنا إنه السبب أو سبب اللعنة يعود إلى الهنود الحمر. أيضا ذكر إنه في رسمة انرسمت على جلد حيوان توصف المعركة والمجزرة اللي صارت بين الغزاة والهنود الحمر في فالنتاين. طبعا الرسمة هذه كان من المفترض انك تحصلها وتاخذها ككولكتبل، لكن للأسف لم تصل للنسخة النهائية للعبة. لكن من خلال البحث في ملفات اللعبة تم العثور عليها وهي بهذا الشكل. طبعا واضح جدا وحقيقة راح تلاحظ انه في معركة صارت زي ما تشوفون، وصارت بين الهنود الحمر في الفالنتاين والغزاة الامريكيين. طبعا الغزاة واضح جدا من الرسمة انهم اجرموا وعثوا في الهنود الحمر فسادا، والدماء منتشرة في كل مكان. طيب الآن حنا تأكدنا انه صارت معركة، وتأكدنا انه الهنود الحمر هم اصابوا المدينة بلعنة، لكن السؤال المهم ايش هي هذه اللعنة، واللعنة جاية على اي شكل؟ People there are convinced they're under some curse, that their run of bad luck is punishment for something. طبعا الكامبر قال لنا انه اللعنة متشكلة على سوء حظ، بمعنى انه اي شخص راح يخش مدينة الفالنتاين راح يصاب بلعنة سوء الحظ. هنا يا اخوان نجي للبارت اللي يعور القلب. كيرين ذكرت انه المصاب بلعنة الفالنتاين لما يتوفى يجي على قبره صقر او بومة، وتوقعوا ايش يا اخوان؟ نعم يا اخوان، آرثر مورغان للأسف مصاب بلعنة سوء الحظ بسبب الفالنتاين. لو آرثر مورغان ما خش المدينة كان ما أصيب بالسل. لو آرثر مورغان لو ما خش الفالنتاين كان ما قابل توماس داونز، كان ما أصيب بالسل وكان ما مات للأسف. لكن للأسف 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 آرثر مورغان ضحية للعنة مدينة الفالنتاين. العبرة يا اخوان خانقتني وماني قادر اكمل، لكن نكمل عشان نقفل على الموضوع.
قلنا إنه أي شخص يخش المدينة راح يصاب بلعنة سوء الحظ، بمعنى إنه أغلب أفراد العصابة اللي خشوا المدينة أصيبوا بذلك. جون خش، شوفوا كيف نهايته. خافيير خش، شوفوا كيف نهايته. بيل ويليامسون خش، شوفوا كيف نهايته. كيرين البنت خشت المدينة واختفت تماما وما نعرف ايش صار لها. الوحيد اللي خش المدينة وسلم من اللعنة هو تشارلز سميث، والامر يعود الى انه هندي احمر واللعنة لا تصيب الهنود الحمر. ايضا عندنا مايكا بيل. مايكا بيل ترى اطلاقا ما خش مدينة الفالنتاين، وفعلا حظه ماشي وزي اللهب، بمعنى انه لعنة الفالنتاين وسوء الحظ اللي فيها حقيقي واللعنة حقيقية. صراحة لغز يزعل، واحد من اكثر الالغاز اللي زعلت وانا ابحث فيها واكتبها واسجلها وامنتجها. وتقريبا هذا هو مقطعنا لليوم، وفيه شفنا لعنة الفالنتاين اللي ادت الى هلاك العصابة. شاركونا آراءكم في خانة التعليقات على اللعنة والموضوع بشكل كامل. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم.